إلى البلدة المباركة وقت الشدة بعد اختطاف الوالد وما قابله من تهديدات ومن تصعيبات ومن شدائد كثيرة، ودعا على حلقه البندقية يسأل في أيام اختطاف الوالد عن كذا وعن كذا، مهدد بأن يقتل وما أبى الله إلا أن يمضي في عمره الذي قدره له، حتى جاءت ساعة الانتقال في الوقت المحدد الذي قد كتبه قبل خلق السماوات والأرض، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها، عليه من رضوان الله تبارك وتعالى. وبن يحاول النفح ويحاول المضي في التدريب بما يستطيع، متصل بأولئك الأكابر الذين كانوا في البقية من الشيبان الوادي الذين لم يبقى أحد منهم إلا اتصل به، وعامتهم مما تولى تغسيلهم أو حضر غسلهم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي كتابة الوصايا وفي الإصلاح بين الناس وفي أنواع من تلك الأيادي المباركة التي سمعتم الحديث عنها في شعب النبي هود أو في دار سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي أو في مجلس الإفتاء الذي رأى كثرة حاجة الناس وما كفاهم يوم الثلاثاء، فخصص من وقته يوم السبت يجلس من الصباح ويظلي في نفس المكان، يعتذر للعزائم عند أقاربه وعند غيرهم، يراجع مسائل الناس ويكتب الجواب الشرعي عليها إلى المساء. هذا أضافه يوم فوق اليوم الذي تجلسي مع هؤلاء أعضاء مجلس الإفتاء، طول الله أعمارهم في عافية وأعانهم على أداء هذه الأمانة الكبيرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزل إلى آخر أيامه بعد هذا الضعف الذي أصاب جسده وإلى البارحة وهو يسأل عن الصلاة قبل دخول وقتها، ويقول بنصلي والصلاة يقول عاد ما دخل الوقت، حتى جاء المغرب البارح وقام توضأ وصلى وقدم العشاء وجلس وقرأ الراتب ورتب الفواتح وأخذ ينشد بقاعد قصائد السلف ويشد معهم هم ينشدون، ولحظات فاضت روحه وخرج من هذا العالم وخرج من التعب الذي كان يقاسيه، وما مر به من أيام رآها غريبة متقلبة بأطوار ودول من أيام السلاطين، وكم جاء بعدهم بالخلاصة ما قلنا أنه لا يبقى إلا ما اتصل بالله جل جلاله. فعلى أهل الشعيرة الكبيرة أهل شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله أن ينفضوا الغبار من عقولهم ومن قلوبهم ومن أفكارهم من التبعية لأعداء الله جل جلاله، من التبصير في استماع خطاب الله الذي أوحاه إلى النبي محمد والذي فيه شرفنا وعزتنا وكرامتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، إنه لم يخلقنا غير الله
ولم يرزقنا غير الله ولا نرجع إلى غير الله. فمن ذا ينازع ربنا ليبودنا في الحياة بفكره، ليبودنا في الحياة بما عنده من خواطره؟ من هو هذا؟ مخلوق مثلنا؟ إن شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله حامل السلام للعالم، حامل السلام للعالم، على أهله أن يعوا هذه المهمة الكبيرة في هذا الشرف الفاخر الذي قامت به هذه المدرسة، مدرسة حضرموت، وشاركت مدارس الصالحين في شرق الأرض وغربها، وهي مدرسة تميزت بميزات